كيف تتنزل السكينة في قلب المؤمن؟ والله أنا لا أصدق أن هناك عطاء من الله يفوق عطاء السكينة. السكينة إذا تنزلت على قلب المؤمن سعد بها ولو فقد كل شيء. وجدها يونس في الحوت، في بطن الحوت، في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولكن الله جل في علاه قلب القصة إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين. فيا أيها المؤمن، أيها المشاهد الكريم، مهما تكن المصيبة كبيرة لا يمكن أن تصل إلى أن تجد نفسك في بطن حوت، والاحتمال بالنجاة صفر، فنادى في الظلمات. فهذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين أراد الله أن يكون سلاح المؤمن الدعاء.